دير بك العاده داز راكم شتو كي داز بواحد النديه وقتاليه، وكنهنئ شباب محمديه اللي متصدر الترتيب، كنهنئو على هذا الفوز. يعني كما كيعرف الجميع شباب محمديه من اول دوره هو في محتل المراتب الاولى، يعني راه اليوم راه باين عن جدار واستحقاق. كنهنئ اللاعبين ديالي اللي حتى هما ما قصروش من جهدهم وزقلوا بعض المحاولات، والحمد لله نعوضوها ان شاء الله في المقابله الجايه.